فضيلة الشيخ، أطلب منكم كلمة توجيهية للشباب، خاصة حول انتشار المنهج التكفيري والأحزاب والجماعات المنحرفة نحو جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. نوصي الشباب بالإقبال على طلب العلم، تلقي العلم عن العلماء، إما في الحلقات وإما في المدارس والمعاهد والكليات. عليهم أن يقبلوا على طلب العلم وتلقيه عن العلماء، ولا يقتصروا على أنفسهم أو على أمثالهم من المتعالمين ويشتغلوا بالقيل والقال. هذا ليس من صفات طلبة العلم، فعليهم أن يقبلوا على طلب العلم. وإذا تعلموا عرفوا، إذا تعلموا العلم الصحيح عرفوا الحق وعرفوا الصواب وعرفوا الأمور التي تكفر والأمور التي لا تكفر الإنسان. هذا ما يعرف إلا بالعلم الصحيح الذي يتلقى عن العلماء وعن الكتب الأصيلة، كتب أهل السنة والجماعة. نعم.